كده يا جماعه كل حاجه جاهزه، مش ناقصنا غير اننا نعرف نجيب بصمه صوت وبصمه ايد جابر دهشان عشان نعرف ندخل على جهاز التحكم المركزي. طب بقول لكم ايه، ما ينفعش نجيب واد مخلص كده من اي سايبر يعمل لنا هاكس على الجهاز دون. يعمل لنا ايه يا فيفي؟ هاكس. اهو اللي انت بتقوليه ده هو اللي اي هاكس. هاكس ايه؟ هو جهاز حوده من خالتك؟ ده جهاز التحكم المركزي بتاع اكبر شركه اتصالات في البلد. خلاص ماشي، الحق عليا، انا اللي عايزه اخلصكم من التأبيده. بس وطي صوتك، في ناس صاحيه فوق تفضحينا. يا اخوانا مش كنا رحنا الوكر بتاعنا نمخمخ كده براحتنا؟ خلاص احنا بعنا الوكر، مالوش لزوم بعد ما تبنا. المهم دلوقتي يا جماعه ازاي نقدر نجيب بصمه ايد جابر دهشان؟ يا جماعه احنا مصعبين على نفسنا ليه؟ هو مش معاه تليفون ببصمه ايده؟ احنا نسرق التليفون. والله افرض بقى حاطط بصمه وشه خفيف. قصدك ايه، نسرق فوطه وشه؟ انا اسف يا قبطان، انا قصدي يعني ان ممكن نسحب وهو نايم، نقطع كف ايده اللي فيها البصمه اللي احنا محتاجينها. بالظبط. وبعد ما نخلص العمليه نبقى نرجع له كفه تاني. مظبوط. ما شاء الله عليك يا عطا، ايه الافكار الجميله دي؟ ايه رايك يا قبطان؟ ما انا بقى دلوقتي بقى بخطط على تقيل. اخلص. بس كده بقى اتحلت. انا بقى عندي الفكره اللي ناخد بيها بصمه وشه. ازاي بقى يا خالو؟ نقطع لسانه. ايه يا اشجان، انت بقيتي دمويه كده ليه؟ لا لا لا، مفيش قطع ولا حاجه. انا عندي فكره حلوه قوي، عندي واحد صاحبي مونولوجيست يقلد اصوات الفنانين بالكربون. احنا نجيبه ونزقه على جابر يلقط نبره صوته، ناخده معانا العمليه، خدت لي بالك؟ وبعدين بعد العمليه نديله نصيبه. وماله؟ وهو المرة برضو يعمل لنا فقرة تسلينا كده واحنا بننصب. اللي انتوا عايزينه ده مشربات، بيجي ده بيجيب صوت عادل ادهم بالكربون. ايه ده؟ وبيعرف يقلد صوت الفنان كمال ابو ريا؟ انا هديكم نمرته وانتوا تطلبوا اللي انتوا عايزينه منه. لا اله الا الله، الله اكبر. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هي مصر بتلعب النهارده؟ ده الزفت تحسين بيتفرج على اعاده الحلقه بتاعته، فكر نفسه نجيب ساويرس. مع ان المذيعه ما كانتش عايزه تسجل معاه ابدا. يا جماعه هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ هنعمل ايه يا عشقان؟ مذيعه. احنا معنا معكم من قلب الحدث، تشركوا الاعمال المتواضع كابر دهشان. لا لا لا، انا اسف جدا، ما بحبش الصحافه، شكرا. كما رأيتم مشاهدينا، رجل الأعمال المتكبر المتصنع المتكلف المتحجر صاحب شركة موبيكول كابر دهشان. إيه يا أليسا اللي بتقوليه ده؟ أولاً حضرتك أنا مدام، ثانياً أنا ما قلتش غير الحقيقة، وبعدين حضرتك أنا مش نازلة من بيتنا عشان أجي أعمل مع حضرتك انترفيو مع حضرتك وعن إنجازاتك، عشان في الآخر حضرتك كده تكرف لي قدام الجارجات وعايز تخلع. تكرف لي وتخلع؟ ده برنامج إيه ده؟ برنامج بكرة إن شاء الله يا رب أحلى. آمين يا رب. وجاي بقى تسجلي معايا ليه؟ عشان حضرتك في اشاعات كتير بتقول ان حضرتك الدوبلير بتاع جابر دهشان الحقيقي، وانه جايبك عشان خايف من الاختيالات، وان حضرتك هتاخد الطلقه مكانه. ايه الكلام الفارغ ده؟ طلقه ايه وبتاع ايه؟ انا جابر دهشان رئيس مجلس اداره شركه موبيكول. معلش يا فندم استاذنك، يعني يا ريت لو نقول لجمهورنا الحبيب مين حضرتك بس عشان ممكن يبقى اخدوش بالهم. انا جابر دهشان. هايل، بس يا ريت لو حضرتك تقولها مره كمان، لان في كانت واحده ست فممكن تبقى ما خدتش بالها. قلت لك انا جابر دهشان وكل اللي بيتقال عليا ده اشاعات. ميرسي قوي يا فندم بجد، يعني حضرتك راجل طيب قوي ومتشكرين على اللقاء الجميل ده، بس يا ريت لو كلمه اخيره بس حضرتك تقولها للشباب اللي في البيوت. طبعا انا بشكر كل اللي معلش يا فندم، هيت لو حضرتك بس تعرفنا حضرتك مين. يوه، انا جابر دهشان. ايه اغنيها لك؟ متشكرين مشاهدينا، وان شاء الله في حلقه جديده في برنامج بكره ان شاء الله يا رب احلى. ايوه بقى، ادي بصمه جابر دهشان. ايده كانت مطربه ولا ايه؟ اسمعوا بقى وقولوا لي ايه رايكم. انا جابر دهشان رئيس مجلس اداره شركه موبيكول. صوت جابر دهشان. برافو عليكم يا جماعه. فيفي ذاكرت الشخصيه بتاعتك كويس؟ بس المغربي ده صعب قوي. جربت الافغاني يا حبيبي؟ صعب برضه. امسك عطا، ده رقم تليفون فتحي بتاع البوفيه. اشرب حاجه ولا اطلب لكم حاجه؟ تشرب حاجه قوي؟ عايز سحله. سحله؟ بطل هزار بقى عطا. على بركه الله يا جماعه. والله ورجعنا للشقاوه.